متزامنة مع الصور التي نعرضها عليكم الآن، سنقرأ من خلالها عليكم بعضا من المعلومات. هذه الصور التي تشاهدونها تحمل شيئا من المعلومات وتؤكد مقتل وإصابة 8 أشخاص في خلاف عشائري بمجلس فاتحة جنوب ذي قار، بينهم 3 أخوة ضباط لقي 5 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 3 آخرون في خلاف عشائري بمجلس عزاء في منطقة الكرنشية التابعة إلى ناحية كرمة بني سعيد في قضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار. وقال مصدر نامي في الناحية أن من بين القتلى 3 من عائلة واحدة، 2 منهم ضابط أو ضباط برتبة مقدم ورائد كانوا خارج الواجب الرسمي في زيارة خاصة، فيما كان 2 الآخران من الحاضرين في مجلس العزاء. وأشار إلى أن الحادث وقع بين أبناء عمومة من عشيرة واحدة بعد منع أحد الأطراف من الحضور إلى مجلس العزاء، إلا أن الأخير هاجمهم بأسلحة نارية أردتهم قتلى على الفور. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تطوقت مكان الحادث للسيطرة على النزاع وإجراء التحقيقات.